إنوي معكم لتطوير مقاولتكم الناشئة. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. مهدي علوي، إيلان بن حايم متشوقين يشوفوا المقاولات ديال هذا الموسم، وغادي يكون معهم زهير الخديسي اللي حتى هو راجع باش يزيد يساهم في اقتصاد بلاده. العام اللي فات شاركت أول مرة في البرنامج كمستثمر، يعني فرحان من التجربة، وكنتمنى إن شاء الله أنه هذا العام يكون مستوى أحسن، وبيان سور الجانب الاستثماري يكون إن شاء الله أفضل. واحد الفنتك من عندي نكملوا بها 100,000 درهم. هي تجربه رائعه، لان اولا شفنا بانه هذا البرنامج عطى واحد نوع من الانسبيراسيون بزاف ديال الناس، وفي نفس الوقت زعما انا صراحه كنبقى يعني فخور بالتجربه في حد ذاتها، لان الاثر ديالها ولينا كنشوفوه بشكل كبير. مؤخرا شركات الحمد لله مشات للامريكان ودخلت الاكبر مسرعه ديال الشركات الناشئه في الامريكان، ولينا كنهضروا على استثمارات بشكل كبير ديال دي مونطون اكثر من 50 مليون ديال الدرهم في المغرب، وهذا ما كانش من قبل. دونك غيان كو بوغ سا انا زعما فخور وفرحان بالتجربه. اولا غير انه الناس ولاو كيثيقوا في راسهم، ولاو كيثيقوا بان كاين مع من يخدموا، كاين الناس اللي قدوا يعاونوهم. كنظن كاين واحد التغيير في المايند سيت، تغيير في طريقه التفكير ومنهج التفكير ديال حاملي المشاريع في المغرب، اللي جعلت انه ولينا كنهضروا على العالميه، ولينا كنهضروا على اننا عندنا منتوجات اللي قدوا يمشيوا وينافسوا منتوجات برا، وهذا في حد ذاته انا في نظري نجاح. فوالا الوغ غنجيو هنا اكوتي دو موتور، وبرنامج كون غيستمر مشروعي هو لبنه مهمه في هذا ارجاع الثقه بين مكونات المجتمع، بين المكونات الماليه يعني المستثمرين وحاملي المشاريع. كنظن بكل صراحه كنتمنى انه المغاربه كاملين يتفرجوا فيه، كنتمنى ان حتى الاباء ديال الناس ديال الشباب اللي يقدوا غدا يكونوا حاملين مشاريع يتفرجوا باش يفهموا ويقدوا ينصحوا ولادهم، لانه ما كاينش غير الوظيف في الدوله، كاين حتى الامكانيه ديال الانسان يحمل مشروع. وغير كتشوف شاب عنده 19 عام او 20 او 25 او 27 دار المشروع ديالو، ولا دابا كيهضر على تمويلات قدر ديال 50 مليون ديال الدرهم، كتقول الحمد لله كاين الامكانيات، خصنا غير نثقوا فيها. وما يمكنش يكون معنا زهير بلا ما يكون الاخ ديالو التوام محسن الخديسي. بالنسبه لذاك الشيء اللي طلب صيو بالنسبه لي بعيد بزاف، كاين نسبه اللي عاطين ماشي نسبه للشريك بتاتا. مشروع رائع، تبارك الله عليكم، بالتوفيق ان شاء الله. وهذا الموسم واحد من المقاولين ديال العام اللي فات، وبفضل المشاركه ديالو قدر يصبح اليوم واحد من المستثمرين ديالنا. العام اللي فات كنت تما، كان واحد لو ستريس، كان واحد ليفي اللي فريمون عاودت لكم عليه بزاف ديال لي ريبورتاج. دابا الحمد لله من بعد لو باساج ديالي في ديك لا بروميير اديسيون، دوك لي بيزنس انجل اللي دخلوا معنا قدرنا اننا نكبروا شركه. انا مستعد تما 100,000 درهم في هذا المشروع. انا 100,000 صافي. البرنامج كان فريمون ان بوستر بور لا سوسيتي شيبكس، اي سورتو افيك لاكومبانيمون ديال دوك لي بيزنس انجل اللي خلاو ان الشركه داكشي اللي كانت غتوصل له في 5 سنين وصلت له في عام ولا عام و كيلك مو. فخورين اننا دزنا من ليكول شكون غادي يستثمر في مشروعي، وكيف ما تشوفوا اليوم حنا ولينا معكم بيزنس انجل. كنت في بلاصتهم وعارف داك لو ستريس ديال اللي تيجيك وديك الدهشه اللي تجيك دوفون لي بيزنس انجل، دونك فورسيمون غادي نكون بلو توندغ معاهم، اي جو في ايسيي دو لي زيدي حتى انا كيف ما عاونوني دوك لي بيزنس انجل لاني ديرني. بارك الله عليك، كوتي تكنيك غيان ا ديغ بارابور لو شيفر دافير كو تا جينيري هاد العام سي بو، ولكن ديما تيبقى لو سونس ديال لا غيزون اي لا لوجيك، داكشي علاش يفو ابسولومون ميتر لي شوز في واحد لا بالونس، وعاد ديك الساعه تندير اون اوفر اللي تتكون كوريسبوندونت لذاك البروجي اللي قبلتي. مستعد نستثمر 100,000 درهم. وغدا غادي نتعرفوا على المستثمرين الجداد اللي انضموا لنا. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئه على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم.